تعمل على علاج هشاشة العظام وآلام المفاصل وآلام الظهر. مكونات بسيطة وسهلة موجودة عند العطار، وده اللي هنتكلم عنه في وصفة النهاردة. ولأن زكاة العلم تبليغه، فاللايك الجميل اللي بتعمله على الفيديو بيكون سبب في انه يوصل لعدد اكبر من الناس، وبالتالي بتكون انت سبب في ان الناس تستفيد من الفيديو والمعلومات اللي موجودة. واللايك اللي بتعمله ده بيكون داعم لينا وحافز لينا ان احنا نستمر في تنزيل الوصفات، بالاضافة ان اشتراكك في القناة بيكون سبب في ان الفيديوهات تظهر لك دون البحث عننا، وتنبيهك او تفعيل زر التنبيه بيوصل لك الفيديوهات باشعارات مستمرة بمجرد ما نحملها على القناة. خلينا نقول المكونات سريعا، وهي عبارة عن جزر اخضر من الجنزبيل، وسبعة جرام من بذور الشيا، وثلاث حبات من التين المجفف، وكوباية لبن. طريقة تحضير الوصفة: بنجيب الجنزبيل الأخضر وبنقشره ونقطعه ترانشات، أما بالنسبة للتين المجفف بنقطعه برضو مكعبات صغيرة، ونحط المكونات في الخلاط مع بذور الشيا واللبن ونضرب في الخلاط، وبعد كده نطلعهم من كبهم أو نصبهم في كوباية ونضيف عليهم معلقة عسل نحل نقي، ونشرب بالهنا والشفا قدر الإمكان كوباية كل يوم في الصباح. الوصفة دي بتساعد على أو علاج آلام المفاصل وآلام الظهر وهشاشة العظام. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة. وصفاتنا كل يوم بننزل بوصفة جديدة على القناة، فعل زر الجرس واشترك في القناة وانتظر وصفاتنا في الطب البديل أو العلاج بالأعشاب والزيوت والنباتات. واشوفكم الفيديو الجاي ووصفة جديدة في صحة كلينيك.